اهلا وسهلا بكم. احنا معانا ضيف النهارده جديد من اصغر اهل البرنامج او من العيله من شربل مصور من المصورين الموجودين. وزي العاده اي حد بيجي هنا جنبيه ويجوا يزورونا. ولوكاس النهارده شهرين ونص جاي يزورنا وكان نايم يعني فسامحوه هو لسه مش فايق شويه. معلش انا اسف صحيناك لكن حاسس باللي حوالينا وبيبص على الكاميرات. والنهارده تكون حلقه مميزه مش هنعمل فيها اكل اطفال، هنعمل فيها اكل انتوا طلبتوه. احنا هنعمل حاجات كتيره انتوا طلبتوا، زي ما قلنا ان احنا بنعمل اكل من كل بلد عربي، كل حاجه كل مره انتوا طلبتوا حاجه. زي مثلا المكالمه اللي جات لنا الاسبوع اللي فات وقالت ليه ما بتعملش اكل مغربي، فان شاء الله هنعمل من نوت طنجيه نوع من الاكل المغربي هنستعمل فيه رقبه ضاني، ونوت هنعمل خبز ابوري نوع من انواع الخبز اللي بيتعمل في الريف المصري، ودوت هيتعمل معاهم سلطه. مش هننسى موضوع السلطه والالوان وتغيير الالوان، هتبقى حاجه من الحاجات اللي احنا هنستعملها كورقيات. واكيد هنتكلم عن الصحه وفي فقره غذائيه خصصناها كل اسبوع. هنتكلم الاسبوع ده عن الكالسيوم، لكن النهارده هنتكلم على الحبوب والبقول. وفي الوقت اللي احنا اتكلمنا فيه زي ما انتم شايفين لوكاس نام، هو اصلا كان نايم يا دوبك صحينا. احنا قلنا له هنتكلم معاك بس 30 ثانيه بس انا طولت عليه، فهنسيبه بقى يكمل نومه وان شاء الله تبقوا تشوفوه بعد سنه او اتنين. شكرا يا احمد. بسم الله. هنبتدي حلقتنا، واول حاجه نعملها مع بعض هيكون شوربه. بالنسبه للشوربه اللي هتتعمل شوربه بقول، وتكمله للي احنا اتكلمناه على الاسبوع اللي فات الانيميا، ان ربع سكان العالم يعني 24.9% عندهم انيميا، يعني ربع سكان العالم عندهم انيميا. طب ايه الحاجات اللي ممكن تساعدنا على اني اكل حاجات تبقى تساعد على ان يضيع الانيميا؟ اللي هي حاجات فيها حديد. ايه الحاجات اللي فيها الحديد؟ البقول عموما، يعني اذا كان فاصوليا، لوبيا، حمص، كل الحاجات ديت من الحاجات اللي هي ممكن استعملها. مش كده وبس، مش بقول بس، ممكن استعمل خضره زي السبانخ بيبقى فيها نوع من انواع الحديد. الاهم من كده ان لما بيبقى عندي الحديد بحتاج ان انا اضيف عليه حاجه بسيطه من الاسيد على اساس يظهر طعمه، او مش يظهر طعمه بس يخليه يساعد على الامتصاص اكتر. يعني ايه؟ يعني انا السبانخ هي اصلا في قلبها الحديد وفي قلبها الفيتامين سي، لكن لو مش موجود ممكن احنا بناخد الليمون ونضيفه عليهم، او الطماطم بيبقى موجوده فهنستعملها. هنعمل دلوقتي الاكله فيها توافيق وتباديل. باجي هنا في الوعاء الاولاني هنا هعمل حاجه شبه لاريسا ديت، بحط فيها شويه من الزيت واستعمل كميه زيت زيتون كتيره، ودي بحط معاها شويه من الفلفل ممكن اطحنه ناعم، وممكن استعمل الفلفل الحلو مش لازم يكون حار. يعني ناخد الفلفل اهو نقطع ده حتت صغيره، ولو انا عايزها تبقى حاميه ممكن اخلي في قلبيها من جوه الحب بتاعها او البذر نفسه. دي نحطها هنا، وبحط معاها شويه من الثوم. يبقى عندنا هنا الفلفل والثوم بطحنهم ناعمين، حط معاهم شويه من زيت الزيتون واطحنهم لغايه لما يبقوا ناعمين. وحاجه زي كده يعني مثلا انا كنت ماسك لوكاس وانا بحضر الاكل، لو هيبقى فيه فلفل فيه حاجات من دي اتاكد ان ما امسكش بيبي ما امسكش حاجه، لان فعلا بتبقى الحاجات ديت حاميه وخصوصا الشطه، وما امسكش ايدي ما امسكش ما سلمش على حد. المهم يعني بعملها وحسب انا عايز اعملها ناعم، يا اما بحطها في قلب هون واطحنها او بنعمها بالطريقه ديت. بعدين بنحطها هنا في قلب الزيت، عندي التوم بس اسيب دول ينطبخوا. فيك اكتر من طريقه ينطبخوا بيها، بس عشان هي فيها ميه انا عايزها تنطبخ على نار هاديه. حط معاها شويه من صلصه الطماطم، يعني ممكن بدل ما يبقى كلها حاره والحراره تيجي من الفلفل بحط فيها صلصه طماطم، وبحط معاها هنا شويه عندي كانوا مطحونين من قبل كده. والشطه اللي بستعملها بتكون هي ديت الكميه الكبيره اللي بتخليها تبقى هريسه وتبقى حاميه. في ناس بتطبخ الطماطم، يعني ممكن يكون طبخ صلصه طماطم قبلها بشويه، وبعدين بضيف عليها كل المكونات ديت، واحط عليها شويه من الليمون، اسيب كل دول ينطبخوا.
ممكن دي اخليها عندي استعملها في الوقت اللي انا عايزها، ممكن اخدها شويه للصلصه، شويه للتتبيله، شويه للصلصات للسلطه نفسها. اما طبق الشوربه اللي هنعمله، نرجع موضوع الانيميا وايه اللي ممكن استعمله، باجي هنا بحط شويه من الزيت وعليهم كمون، يا دوبك بس الكمون يفرقع شويه او يتحمص شويه، بعدها على طول بحط معاه شويه من البصل. يبقى ده هتكون الخلطه الاولانيه اللي بستعملها، شويه من الكمون بحمره، وبحمر معاهم شويه من اللحمه، قطع لحمه صغيره على اساس برضو حاجه من الحاجات اللي هي كويسه للانيميا. ممكن استعمل كبده، اللحوم الحمراء، كل الحاجات دي بتبقى مفيده للحديد او بيبقى فيها نسبه حديد عاليه. طبعا حجم اللحمه صغير ما بياخدش وقت كتير في التسويه. بعد ما بدبلها شويه هنا احط عليها شويه طماطم، وقلنا ان الطماطم بتساعد على امتصاص الحديد على اساس نوع من انواع الحمضيات. نقلبها هنا، وبعد ما بسيبها دي تنطبخ شويه هنضيف المرقه، والبقول اللي بستعملها بكون متبلها قبلها او مش متبلها، حاططها في قلب سائل يعني، بسيبها في ميه بغسلها وبعدين اسيبها في ميه انقعها قبلها. ممكن اسلقها نص سلقه، فبالتالي مش هتاخد وقت كتير في التسويه. عندي اللي هو اللون البني، وعندي الفاصوليا البيضه، وعندي الفاصوليا السوداء، ممكن استعمل لوبيا، دول نحطهم هنا. دول بيبقوا البقول اللي حسب انا مسويها قبلها ولا، ممكن اضيف حمص لو حبيته. لو مش مسويها يبقى في الحاله ديت بسيبها تستوي مع الخضار اللي انا حطيته او مع الاكل اللي انا حطيته. نضيف هنا كل البقول، نحطها هنا ونقلبها، بسيب دول يستوي لغايه لما توصل لمرحله، ده بيكون شكل الشوربه نفسها. كل البقول اللي فيها تقريبا استوت، اللحمه استوت، وفي الاخر هنا اخر حاجه ديت بحط عليها، اضيف عليها ممكن في الحاله ديت احط عليها شويه من السبانخ، نقطع شويه سبانخ هنا ونضيفها عليها، نقطعها حتت صغيره على اساس ما بتاخدش وقت خالص. نحطها هنا، نحط السبانخ، ممكن شويه من الاعشاب، بقدونس وكزبره، وشويه تانيين من السبانخ. وزي ما اتفقنا ان لون وجود الحمضيات الفيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد، فاذا ممكن اضيف على ديت شويه من عصير الليمون في الاخر خالص قبل التقديم. ونرجع لاول حاجه ابتديناها واحنا بنسويها، زي ما قلت بعمل هنا نوع من انواع الشطه، اقلبها، دي بتبقى جاهزه اخدها، ممكن اسويها واسيبها على جنب واستعملها وقت ما انا عايز. ممكن اخد شويه هنا نضيفهم على الشوربه، ناخد شويه من هنا نحطها على الشوربه، وعندي الشوربه جاهزه وناخد اتصال. الو، السلام عليكم. سلام ورحمه الله. شيف اسامه. شيف اسامه مع حضرتك. مساء الخير. مساء الخير. الله يعطيك العافيه على البرنامج. العافية حضرتك، ده من ذوقك. شكرا شكرا. وجميع العاملين القائمين على هذا البرنامج وعلى راسهم المخرج المبدع. ده من ذوق حضرتك. شفت يا امين عندنا زباين اهوت. الله يخليك. تسلم والله. تسلم. شكرا لحضرتك، من ذوق حضرتك. اتفضل. الله يسلمك. شيف اسامه عندي سؤالين بسالك لو سمحت. اتفضل اتفضل. ابي اعرف شلون يقشرون الكستنه. نعم. يعني القشر الخارجي ما نعم. نعرف نقشر، بس الداخلي يعني صعب، ما بعرفين شلون نقشره. حاضر. وش اسمه وهذا اللحم الستيك شلون نخليه يصير لين على اساس انه نقدر ناكله اذا سويناه، شلون؟ تحت امرك. دائما نسويه بس يطلع يابس يعني شويه. هو يابس لانك بتسيبه على النار لمده طويله، او القلايه اللي بتستعملها بتكون بارده. فأهم حاجة، احنا عملنا ستيك الأسبوع اللي فات وكان ظريف جدا، جبت قطعة من اللحم الستيك ونقعتها قبلها، يعني عملنا خلطة، حطينا شوية خردل وعسل وشوية صلصة صويا، لكن الفكرة فيها كانت القلاية سخنة جدا، بمجرد ما بحطها على القلاية بتعمل طبقة خارجية وبتخلي كل العصارة جوه، وبقلبها الناحية التانية. فأنا لو عايز مثلا عندي قطعة ستيك حوالي بوصة أو سنتي ونص أو 2 سنتي، بحطها على القلاية حتى مش لازم أتبلها، وبعد ما بحس انها خدت الحراره كلها لمده 3 4 دقائق بنقلها، بس ما بحطهاش في نفس المكان، بنقلها في حته تانية من الطاسه عشان تكون سخنه. يبقى دلوقتي عملت
ان انا غشاء خارجي حافظ على العصاره، ممكن بعد كده بكمل تسويتها في قلب الفرن لمده 20 دقيقه تانيين، بكتفي بكده وما اقطعهاش الا لما اسيبها تبرد حوالي 5 دقائق. يعني ما بعمل الستيك ممكن اسويه لمده 20 دقيقه، اسيبه 5 دقائق وبعدين اقطعه على اساس احافظ على العصاره ديت. بالنسبه للكاستنا ممكن حضرتك الطريقه اللي هي اسهل، هي الفكره انها بتبقى لازقه لو هي قديمه اللي هي القشره اللي جوه، لكن في اكتر من طريقه. في طريقه انك انت بتفتح من الحته اللي فوق اللي هي بتبقى عامله زي الغطا، بتفتح بالسكينه زي حرف علامه زائد، وبعدين بتحطها في قلب صاج في فرن حامي، وبعدين وهي بتطلع هي نفسها بتفتح، بتسيبها تبرد وبتتشال بالقشره سهله بسيطه. دي عملناها الاسبوع اللي فات. لو لسه في السوق اوعد حضرتك ان شاء الله في خلال الكام يوم اللي جايين نجيب كاستنا ونبقى نوريك ازاي تتقشر، او هبقول لك على الحلقه اللي احنا عملناها باذن الله تتابعنا فيها. الله يخليك يا دكتور، تؤمرني. شكرا على اتصال حضرتك، وان شاء الله مزيد من الرجاله في المطبخ، والله ابقى اتشرف بكده. اما بالنسبه للطبق الاولاني زي ما قلت ان احنا عملناه، فكره الشوربه فيه كانت ان احنا بنتكلم على موضوع الانيميا وايه الحاجات اللي فيها حديد اللي بزودها واستعملها في اطباقنا، واحنا مش متعودين احنا ناكلها الا بطريقه معتاده، فبنغير شويه وزودت لها حراره بشويه صغيرين من الصلصه اللي احنا عملناها. لو حبيتوا تسموها هريسة او مش لازم تقولوا هريسة، هي الفكرة فيها كانت فيها طماطم على اساس تساعد على الامتصاص. هناخد فاصل سريع ولما نرجع ان شاء الله نواصل معاكم نعمل سلطة ونشوف انواع الخبز اللي هتقدم معها ايه. نشوفكم على خير ان شاء الله بكم. دلوقتي عملنا مع بعض الشوربة، هنعمل جنبها برضو واحنا لسه في الخضار ورقيات، حاجات من الحاجات اللي موجودة في قلب السوق وساعات بنعرفها او ما بنعرفهاش او ما بنستعملهاش، في حين انها ممكن تكون ظريفة ومختلفة في تركيبتها. احنا لقينا في حاجه اللي هو اسمه الريديكيو، نوع من انواع الخس اللي مش الكرومب ده، خس وبيبقى طلياني. ده ممكن بحط معاه شويه من زيت الزيتون، عصير ليمون بسيط ممكن نتبل فيه بعدين، بس يا دوبك قبل دول بالعصير بزيت الزيتون وبعدين نحط الليمون بعدها عليها، يعني على اساس ناخد ديت واشويها نحطها هنا على الشوايه. يعني ممكن نتعود على ان الدنيا برد عايزين ناكل حاجه مختلفه، لو مش عايز شوربه ممكن اكل سلطه دافيه، والسلطه دي ممكن يكون فيها حاجات زي البطاطس. عندي هنا بطاطس، لقينا كذا نوع بطاطس، مش لازم اجيب كتير، يعني لو هجرب واحده اجيب واحده واجربها وبعدين اشوف اذا كانت حابب اطبخها بعد كده اطبخها، فاجيب نوع من البطاطس كده. لقينا كذا نوع، جبنا واحده من كل حاجه هنا، نفس الشيء بس احط عليهم شويه من زيت الزيتون، تبلها هنا في شويه زيت الزيتون احطها هنا، وبحط عليها واحدتين فلفل، ودول باخدهم كلهم على اساس نشويهم هنا، واثناء ما بيتشووا نعمل لهم صلصه، وما بياخدش وقت كتير لانه ورق زي ما احنا قلنا هي ورقيات. ممكن البطاطس نفسها متقطعه صغير ممكن اكمل تسويتها في الفرن او اخليها كلها هنا على الشواية حسب حجم البطاطس والحرارة. بس عملت نقلب الخس هنا، نفس الشيء بالنسبة للاندايف اللي هو بيسموه بلجيوم اندايف او شاكوريا بلجيكي، وعبالة ما بيستوي هنعمل لهم صلصة سريعة وناخد اتصال. الو الو ايوه اهلا اختي نادية، اتفضلي. الو ايوه شيف اسامة، مع حضرتك. الو حضرتك بس وطي صوت صوت التلفزيون. صباح الخير. وطيت التلفزيون. وطيت. اتفضلي. شيف اسامه، انا بدور على طريقه الميل فري، مش عارفه اجيبها خالص. عايزه تعمليه في البيت ولا عندك العجينه الباف بيستري وعايزه تعملي ميل فري؟ اني عجينه، هل هي ورقه الفيله اللي كنا بنقول عليها او لا؟ ورقه الباف بيستري اللي هو الملفي اللي هو الفراق اللي هو الملفي اللي هو الرقات الرقات اللي بنعمل بيها البقلاوه؟ لا، الرقات اللي بنعمل بيها البقلاوه اللي اسمها فيلو دو او فايلو دو او بقلاوه. لكن عند في المانيا هتبقى اللي هو الباف بيستري اللي هو الملفي.
يعني حضرتك ممكن يكون ليه اسم بالالماني، ممكن نشوف لحضرتك واقوله لك بكره، لكن هو موجود عندكم في السوبر ماركت وموجود عجينه. مش موجود عجينه، لا موجود معمول جاهز. لا موجود حضرتك، ممكن حتى نقول لك يعني هقول لك اسمه ايه بالظبط. عندنا اصدقاء هنا من المانيا. في اي مدينه في المانيا؟ انا في هامبورغ. في هامبورغ، خلاص ان شاء الله ممكن نقول لحضرتك ممكن تلاقيه باسم ايه، او اذا كان في محل معين ممكن لو بكره بتواصلي معانا او بتسيب لحضرتك تواصل مع الاخ كمال بنقول لحضرتك ونوصل لك الرساله ان شاء الله. تحت امرك، تأمريني. اما بالنسبه هنا للتتبيله اللي عملتها، انا ما حطيتش ملح ولا فلفل، ده بخليه للاخر. بعد ما بشوي الخس زي ما احنا شايفين ما بياخدش اي وقت في التسويه، ده ممكن نحطه ينوت سخن وتبقى حاجه دافيه، سلطه دافيه. والراديكيو اللي احنا حطيناه بمجرد ما بحطه بيستوي من ناحيتين، يعني بيدبل، فدوت بيكون الشكل بتاعه. والبطاطس ممكن تكون محتاجه تستوي اكتر شويه، فهخلي البطاطس، يعني البطاطس ديت مش هستعملها دلوقتي، ممكن اخليها تكمل سواها ينوت. لكن الفلفل انا بس كنت عايز اديله لون، فناخد الفلفل ينوت نحطه مع الخلطه ديت بندبله. وباخد شويه من البطاطس اللي احنا مسويينها عندنا هنا، ممكن يكونوا بسويهم او اكمل تسويتهم في الفرن. ونفس الشيء بالنسبة للراديكيو، لو مقطعه حتت صغيرة نخلي الفلفل الحامي بالطريقة ديت، يعني حاجات تبقى طرية. او لو عايز استعمل من الصلصة اللي انا كنت لسه عاملها من شوية كم قطع هنا من البطاطس. وما يمنعش ان انتوا متعودين ناكل ورقيات، لو عندي ورقيات ممكن نحطها هنا اهو، نحطها لو عندي رجلة او بقلة او شوية من الجرجير حط عليهم هنا قطعة كام واحدة من البطاطس. عندنا كام حتة هنا بالبنفسجي، بطاطس بنفسجي. واعود نفسي ان انا ممكن حاجات جديدة لو مش متعود عليها، وخصوصا مع الجو. شوية من الفلفل الاسود المجروش نحط هنا اهو، والصلصة اللي عملناها حبة صغيرة هنا من الصلصة اللي عملتها باخدها هنا وبس، يا دوبك حاجة بسيطة خفيفة مش كتير، يعني يا دوبك على اساس فيها ماسترد فيها مايونيز. اثناء ما كنت باخد الاتصال من مع الاخت نادية، شوية ماسترد ومايونيز وخل وزيت زيتون، دول بتبقى الفكرة بتاعتها. او اخلي الصلصة على جنب واخلي الضيوف هم ياخدوا اللي هم حابينه، ودي ممكن تتقدم لوحدها، او لو حابين ممكن اقدمها مع نوع من انواع الخبز. بس قبل ما نعمل الخبز هنعمل طبق رئيسي، طبق رئيسي اللي هو طنجية مراكشية، طنجية بس مش من طنجة، من مراكش. الفكرة فيها بجيب ليمون، الليمون المخلل بيبقى ليمون متخلل في قلب ملح بس، يعني بجيب الليمون وبقشره. القشر دوت ممكن تستعملوه في اطباق تانية، لان انا هستعمل القلب بس، لان هو برضو من بره دوت ممكن استعمله لو حبيت. بس اتأكد ان انا باخد الحتة ديت واشيلها هنا، دي باخدها هنا وبحطها، ممكن استعملها لو عندي في برضو اطباق مغربية اللي هو بستعمل فيها الليمون المخلل مع الكزبرة والبقدونس، ممكن نعملها بحطها هنا. لان سارة من دبي الاسبوع اللي فات قالت لي انت كنت بتعمل الرشتة التونسية والرشتة الليبية وما عملتناش حاجة مغربية، فباخد قلب الليمونة كده هوت وهعمل الخلطة. بحط هنا الليمون القلب بس، بحط شوية هنا من ملح وفلفل، وبستعمل توم بيبقى حلقات، توم حلقات. ومع دول بحط شوية من زيت الزيتون، بس كمية كبيرة، مش يعني ممكن حسب الحجم القدرة اللي هستعملها، او الطنجية نفسها عبارة عن قدرة بتبقى حسب انا هعملها لكام واحد، يعني ده ممكن الحجم هنا او الحجم هنا. وتبقى اتأكد انها طبعا بتبقى تدخل النار، او هي معمولة مخصوص لانها تدخل النار، فبنحطها. واللحمة اللي بتتحط فيها لحمة تستحمل الحرارة لمدة طويلة، يعني هجيب حاجة يكون فيها نسبة عظم او كمية عظم كبيرة. فهنحط ينوت شوية من قطع اللحمة، استعمل اللي هي اللحمة الرقبة بتاعت اللحمة. شوية من الزعفران، كمون مطحون، يعني دي كده
كل البهارات، بحط معاهم زيت زيتون على اساس يبقى عندي سائل لما احط قطع اللحمه ديت زي ما احنا شايفينها بالطريقه دي، باخدها وبخلطها على اساس لما احطها يبقى فيه كل حاجه عندي موجوده، الليمون صحيح، اللحمه، ملح والفلفل. وبنجيب طاجن نبتدي نرصها فيه، تاكد ان عندي الليمون رقات، حط شويه هنا، وعندي التوم يعني محطوط متوزع في كل حته عشان ما يبقاش في حته فيها طعم وحته لا، وكل البهارات مع زيت الزيتون والزعفران في قلبها. واخر حاجه بنحط عليها شويه صغيرين من الميه لان انا عايز يبقى فيه سائل بطبخها فيه، بس احط الميه مغسلش كل اللي انا حطيته، يعني ما احطش الميه فوق هنا وتقوم تنزل لي الملح والفلفل والتوم تحت ويبقى تحت ما فيهوش حاجه، فوق ما فيهوش حاجه خالص. بقوم احط الكميه الكافيه هنا، باخد قطعه من الزبده نحطها عليها هنا، وبعدين بغطيها. يفضل انا اغطيها بورقه زبده على اساس ما تلزقش فيها مباشره، وبعدين بحط ورقه الومنيوم، يعني دي بقفلها وبقفلها باحكام، يعني انا ديت عايزها تتقفل هنا وتبقى مقفوله باحكام. اهم حاجه في طبخها دي بطبخها على الجمر، يعني بجيب فحم، يعني الفحم هنا بجيبه وبعدين بعمل لها مكان فيه، يعني بحط دي هنا اهو، احطها هنا، وبعدين اروح جايب الفحم وحاططها عليه، يعني بحوطها بالفحم زي اللي احنا عملناها هنا اهوت، يعني دي بتبقى الفكره بتاعتها، بحطها وتبقى الفحم عالي عليها هنا، وديت بحطها بحيث ان انا اغرفها، وانا بغرفها بغرفها في طاجن، يعني الطاجن اللي هحطها فيه هتبقى ديت الفكره فيها الفحم زي ما احنا شايفينه الجمر، وبجيب طاجن ادخله الفرن قبلها على اساس يبقى سخن عشان تفضل هي سخنه. بعد ما بسخن الطاجن بقدمها هي، يعني باخد الطنجيه دي نجيب الطاجن هنا ممكن اطلعها واقدمها، او باجي القطع نفسها اللي احنا شايفينها بنحطها هنا زي ما احنا شايفين اللحمه بتتفكك من بعضها، يعني قطع اللحمه دابت واستوت، ونفس الشيء بالنسبه للليمون المخلل والصلصه اللي بتنزل منها، يعني دي ممكن اخدها كلها واحطها مباشره في قلب الطاجن. يبقى دي هرفعها هنا وبحطها واغرف منها على اساس يبقى عندي السائل اللي نازل منها دوت ممكن يتاكل باكتر من طريقه، طبعا مش هقول لكم تاكلوها ازاي، لكن بتبقى فيها سائل وهي نفسها اللحمه بتبقى اتخلصت من بعضها، طلعت من العظم بتاعها، وعشان كده قلنا نستعمل حاجه تستحمل التسويه، فاستعملنا الرقبه الضاني. فديت فكره الطنجيه، واتمنى تكون ساره من دبي بتتفرج علينا، عملنا طبق من مراكش من المغرب حسب عدد الناس قد ايه، ممكن تبقى في حجم كبير قد كده وممكن تكون اصغر. بس قبل ما نعمل العيش ناخد اتصال. الو الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله، ازيك يا ام هاله؟ الله يسلمك، تسلم ايدك على كل حاجه بتعملها. شكرا والله. ده من ذوق حضرتك، واحب اشكرك والله على الحلقه بتاعت المرنج، كانت جميله جدا، تسلم ايديك. طب الحمد لله، يعني استفدت منها. انا مبسوط انك انتوا بتجربوا حاجه او بتشوفوا حاجه وتتابعوا معانا وتقولوا لنا، على اساس ان في حد بيتفرج ويخاف يقول لك لا جربتها ما نفعتش، او لا معقوله اعمل كده. لا بالعكس بالعكس والله، شوف اسامه صراحه اي حاجه حضرتك بتقول وصفتها انا بعملها، وانا متاكده ان شاء الله تطلع كويسه جدا. طب الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربنا يجعلنا دايما نستفيد بعلمك يا رب. ربنا يقدرني. اتفضلي يا اختي. طيب انا كنت عايزه اسال بس على اوان السيليكون. نعم. هي القوالب دي ازاي؟ نعم. اعرف ان هو نوع كويس او نوع مش كويس؟ يعني ما بقاش قادره احدد ان جودتها كويسه او لا. هي نوع واحد بس من السيليكون لازم يكون كويس، والسبب انه لو مش كويس هيدوب او مش هيبقى سيليكون. فهي ماركات بقى مختلفه، يعني انت بعد كده بتختاري ايه الشكل وايه النوع اللي انت عايزاه، لكن كل انواع السيليكون هي انواع جيده للاستخدام، والا ما كانش صرحوا ليهم ان هم يستعملوها. يعني اقدر اتاكد ازاي ان القالب دوت السيليكون بتاعهم نظيف او مش نظيف؟ لو جبتيه لو انت بتشتريها كلهم زي بعض لانهم زي شكل البلاستيك، لكن لو جبتيه وحصل فيه مشكله يبقى هو مش سيليكون، يبقى المفروض
ما يبيعوش على انه سيليكون، لان ديت حاجه تبقى في غش تجاري يعني. فده ده لكن اهم حاجة. لو انا لو اي نوع سيليكون موجود في السوق كويس يعني. اكيد اكيد اكيد. لان طيب مش لما ادخله الفرن القالب مثلا في كيك او حاجه وحطيته على الرف عادي على الرف عادي جدا عادي جدا. ولما هناخد الفاصل ونرجع هجيب كذا قالب سيليكون ووريك وانت بتدخليه الفرن تدخليهم ازاي، عشان بيبقى احجامه في حجم كبير حجم صغير، بس ان شاء الله اختم مهلا. بعد الفاصل هكلمك اكتر على موضوع السيليكون. نشوفكم على خير ان شاء الله. اهلا بكم. قبل الفاصل كان اتصلوا بينا وقالوا على موضوع السيليكون وايه اللي المفروض نعرفه او ازاي نعرف السيليكون الكويس مش منوح من السيليكون مش كويس. في طبعا حاجات بلاستيك شبيهه بالسيليكون، يعني ممكن يكون في حاجه بلاستيك معموله علشان احط فيها حاجه وادخلها الثلاجه، فدوت مش سيليكون. لكن السيليكون بيبقى مكتوب عليها انها سيليكون، موجود عليها العلامات ان هو بتدخل الفرن ما بيجرالهاش حاجه، طبعا ديت علامات متفق عليها، ودرجه الحراره بتبقى محطوطه هنا ان هو بيقول لك ماكسيمم درجه الحراره 350 اللي هو اصلا اكتر من اللي احنا بنستعملها فيه، وبتتفاوت احجامها حسب انا عايز احط فيها ايه. فممكن اعملها كيك، ممكن اعملها قوالب زي الكب كيك، ممكن اعملها حاجات مدوره، وطبعا اكيد لو هتدخل الفرن ممكن تدخل الفريزر، يعني ممكن احط حاجات موس فيها وادخلها الفريزر. لكن بيجي حاجه زي كده كبيره، لو انا حطيت في دي سائل بيجي معاها زي الصينيه ديت او الحلق دي او الجزء ده عشان يمسكها، لان لو حطيت سائل دي هتبقى بتتهز او بتتحرك، فمحتاج ان انا اثبتها بالقطعه اللي هي جايه معاها بالطريقه ديت فتبقى متماسكه من فوق. الحاجه الثانيه لما اجي احط فيها كيك وسائل ما اشيلهاش هي واروح حاططها في قلب الفرن لوحدها، لو حطيتها في الفرن لوحدها ممكن ساعتها تبقى تقع. نفس الشيء بالنسبه للقوالب الصغيره، لو يعني تخيلوا ان انا عبيت ديت ودي مش معدن، فبعد ما حطيتها بشيلها كده هو كل اللي فيها ممكن يتدلق مني، فيفضل ان انا قبل ما بعبيها وما تبقاش فيها الحركه ديت اللي هي تبقى سهله عليا، ان انا باخدها وابقى حاططها في قلب صينيه، يبقى عندي سهله في تعبيتها، باخدها وادخل فرن اخرجها اسيبها تبرد وبعد كده اطلع اللي فيها. فاذا ده موضوع السيليكون، الاحجام والاشكال حسب اللي انتم عايزينه، بيجي بنفس الفكره اللي انتم بتعملوه بيها ككيك. لكن لو هعملها قالب كيك او قالب صغير براعي ان انا احطها في صينيه وادخلها الفرن. هنعمل مع بعض نوع من انواع الخبز. قبل ما اعمله هاخد اتصال، وهو خبز اسمه خبز ابوري اللي هو نوع من انواع الخبز اللي بيتعمل في الريف المصري. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا أختم عبد الله. السلام ورحمة الله. ممكن مقادير الكاتشب؟ مقادير الكاتشب تحت أمر حضرتك. هي مقادير ومش مهم المقادير، لكن هي طريقة عمله هي ديت اللي هي بتاخد وقت كتير، لكن هقولها لحضرتك إن شاء الله في نهاية الفقرة، لأنه بيطبخ على ثلاث مراحل أو أربع مراحل أثناء ما احنا بنعمل الفقرة. هقولك مكوناته إيه. بالنسبة للعيش بقى اللي هنعمله اللي هو الخبز اللي هنعمله، هيبقى هنا هو عبارة عن دقيق، بحط على الدقيق شوية صغيرين من الملح، وبستعمل خميرة، وبعدين نحط هنا بعد ما بحط الخميرة بستعمل شوية من السمنة، حطها هنا هو، وبتكون السمنة سايحة، لأن ديت مفضل إنها تكون سايحة علشان ما تغطيش، ما تبقاش زبدة وتغطي على الخميرة، يعني ما تغطيش حبيبات الخميرة. وبعدين بضيف ان هو الحليب تدريجيا، بيبقى لبن رايب اللي هو اللبن الرايب، نحط اللبن الرايب لغاية لما احس ان العجينة كلها تماسكت. ممكن لو عايزين تستعملوا زبادي ممكن تستعملوا زبادي مع شوية حليب لو حبيتوا. نحط كله هنا اهو، كل ديت بتتماسك مع بعضها. واثناء ما بتتعجن كانت الأخت نادية من هامبورغ من ألمانيا بتسأل إيه هو الباف بيستري في ألمانيا، اللي هو بلاتر تيج، اللي هو بي ال اي دبل تي اي ار تي اي اي جي، وموجود في المحلات السوبر ماركت، ده اللي قاله لنا، بنفس الاسم. عبارة عن عجينة معمولة زي الباف بيستري اللي حضرتك عارفها، يا إما بتبقى محطوطة رقات ومحطوطة في قلب علبة ومقفولة بالبلاستيك انت تشوفيه، او قطعة ملفوفة وبعد كده انت بتفرديها لو حبيتي. هنزود هنا شوية من الحليب الرايب لغاية لما بوصل للمرحلة انها بتبقى قطعة من العجينة ديت، عجينة اللي هو الخبز الابوري.
بعد ما بعجنها مهم جدا ان اسيبها تتخمر، يعني بعد ما اعمل عجينه واتاكد انها كتله واحده متماسكه بيبقى فكرتها ان انا بجيبها واسيبها تتخمر فبتبقى الضعف تقريبا. بشيلها من هنا واحطها في قلب الصينيه اللي انا هطبخها فيه، احطها هنا اهوت ونلفها. لو انا هعملها واحده بس قطعه واحده بس احطها هنا وبسيب ديت تتخمر مره كمان. فديت اول مره بسيبها تتخمر، ديت نص دي يعني دي كانت الضعف احنا قسمناها بالنص وبقى دوت شكلها. في نفس المكان وفي نفس الصينيه بفردها، وممكن دي تقدمها باكتر من طريقه او اطبخها باكتر من طريقه. ممكن بجيب هنا اهوت بيض، نحط بيض هنا نخفقه مع قطعة او حتة من الجبنة، ممكن استعمل جبنة زي الجبنة القريش او جبنة لو عايزين ريكوتا او كاتا تشيز نخفقها هنا، بحط معها شوية من البقدونس وبحطها هنا على الخبز. يبقى ديت طريقة نحطها هنا، وممكن نحط ديت هنا اهوت نسيبها تستوي، ندخلها الفرن هنا ده جوه شويه هنا. وبعدين ممكن يكون حجمه اكبر، يعني ممكن اعملها وتكون حجمها اكبر، يعني ديت كده خلاص دي جاهزه انها تدخل، ممكن احطها في الفرن، ولو حبيت ممكن ساعتها احط عليها شويه صغيرين هنا من السمنه، حبه صغيرين من السمنه قبل ما ادخلها الفرن ونحطها تستوي. يبقى عندي احجام مختلفه وتغطيات مختلفه نحطها بلا ما تستوي. هنا ناخد اتصال. واسم الباف بيستري لو الاخت ناديه ما كانتش لحقت تكتبه، ده اسم الباف بيستري بالالماني، ممكن تلاقيه على الهواء محطوط دلوقتي. وناخد اتصال. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا اخت ام اوراس. الله يسلمك، الله مشتاقيكم جدا جدا وعاشت الايادي على كل اللي سويته. شكرا لحضرتك والله ده شرف لينا. تعافي مقدما على الاكل الطيب. طب ايه رايك، ايه اللي عجبك في اللي عملناه النهارده؟ احنا بنحاول نزور كل الدول، عملنا سواحيلي، عملنا اسيا، اوروبا، بنروح في كل حته، والنهارده اهو في جزء من افريقيا عملنا حاجه مصري وحاجه من المغرب. اتفضل. كل اللي سويته حلو، بس انا عجبتني فكره مال الرشه اللي سويتها من جميع الدول، وانت سالت واحده شلون يسووه بالعراق. نعم، هم قالوا لي ما بتسواش في العراق. انا كنت العراق. تفضلي. كان واحد اتصل من العراق وانقطع الخط. كان لا، كانت اخت ام محمد من الكويت قالت بيعملوه في الكويت، بيتحمصوا على النار وتضيفوا مع الرز، بتحطوا مع الرز. لكن بالضبط احنا نسويه غير طريقه، اكو طريقتين. اتفضلي. الاخت سهام سالتها بالجنوب يسووه مثل الطريقه اللي سويتها بطريقه الباجيتي وحطوا ويا خضره. نعم. احنا اللي بالغرب يعني المنطقه الغربيه. نعم. يسووه بطحين اسمر. اوكي. وبعدين ينشفوه يفتلوه بايديهم، شلون يفتلوه ويقصقصوه صغار، يعني بس هو يكون شويه اسخن من الشعيريه. اوكي. فيكون يعني يبرموه ويقصوا، يبرموه ويقصوا. يعني بقى لونه اسمر. اوكي. يسيبوه بالشمس. نعم. بالشمس ويستعملوه عن طريق طب الرز، يستعملوه كشوربه، وبس ينشفوه بالشمس، بس كلش طيب لما يكون بالطحين الاسمر. طب يعني بتعمل اكنه شعريه، ممكن يتعمل مع الرز او ممكن يتعمل مع الشوربه، تحط مع الشوربه. بالضبط الشعريه بس يكون اسن ومن طحين اسمر. بس هيبقى بتنشف، لان احنا لما جانا الاتصال من المغرب لازم يتنشف. قالوا ان هم ما عندهمش، لكن هم عندهم حاجه مشابهه، بتقول لي ان طريقه الطبخ نفسه ان هو بيطبخ على البخار، فبيتفور مره واثنين وثلاثه. بالضبط الطريقه المغربيه والجزائريه انه يحطوه بالكسكاس. نعم. ويطوروه عدة مرات وبعدين ينشفوه. هو ده اللي بيتعمل بالطريقه ديت في تونس وفي الجزائر.
انا بشكر حضرتك، واحنا متابعين لسه، لو في حاجه لسه عندكم افكار للرشه احنا بنعمل دلوقتي جدول عشان اما نعمل رشته مره كمان باذن الله نبقى نعملها بالطرق المختلفه. دلوقتي جمعنا الطريقه الكويتيه، جمعنا الطريقه العراقيه، وجالنا اكتر من اتصال، وفي ناس بيقولوا لا احنا بنفورها 7 مرات، اللي عايز يفورها اكتر من مره اهلا وسهلا. احنا قلنا الطريقه اللي احنا عرفناها واللي طلعت معنا مظبوطه، وكان عندنا ناس من نفس البلد دقوها. اما نرجع للخبز الابوري، اول حاجه ان انا خبزت الخبز، سيبته يتخمر، بعدها بحطه في قلب قالب، بسيبه يتخمر مره كمان، بفرده، وعندي اختيارين. الاختيار الاول ان انا قلت بجيب شويه هنا من الحليب، حطيت حاجه بسيطه جدا من البيض مع الجبنه، كانت جبنه قريش او جبنه ريكوتا او كاتاتشيز، بقدونس، ممكن احط ملح، حطيتهم عليها كغطا قبل ما ادخلها الفرن. ده اللي احنا عملناه، حطيناه هنا وحطيناهم في الفرن، ممكن يبقى حجمه كبير او حجم صغير حسب احنا عايزين نعمله ازاي. ودلوقتي عليت النار عليه وبسيب دول يستووا. واحده دهنتها بالسمنه، او لو حابب ممكن ادهنها بالسمنه بعد ما اطلعها، يعني دوت بيكون شكل اللي احنا حطيناه هنا هوت وعليه الجبنه ديت، كانت الجبنه كتير اكتر من البيض، لو حبيت ممكن تعملوها العكس، يعني بيكون خميل زي ما احنا شايفينه او سميك بالطريقه ديت، وممكن لو حبيته ممكن تتقدم زي ما هي كده هوت، او على اساس ان يبقى في اختيار عندكم. ده الشكل بتاعه بيبقى من جوه، لكن وهو سخن لسه لو بدهنه بشويه صغيرين هنا من السمنه كمان لو حبيتوا، دوت اختياري، علشان عارف ان انتوا بتقولوا مش صحي، لكن برضو اختياري، ما تقولوش ان انا مش هاكله علشان هو الشيف حط عليه سمنه، انا حطيت على الحته اللي انا هاكلها، فانتوا ممكن تجيبوا اعملوا حته ثانيه وما تحطوش عليها سمنه، او تاكلوا بيها الجبنه او البيض. في حلقتنا النهارده ان شاء الله لسه هنعمل مع بعض حاجات ثانيه. الحاجات اللي هنعملها، ناخد الخبز هنا، هنعمل مع بعض حاجات عن جوز الهند والمانجا، يعني حاجات تبقى اسيويه او حاجات من الموسم نفسه، ايه اللي ممكن استعملها في الموسم. والحاجه الثانيه اللي هي مهمه، عايزين نشكر اللي هم بعتوا لنا على الفيسبوك، يعني في طمطم بعتت لنا على الفيسبوك، منال سلطان، فاطمه المصري، سالت على الدحدح الفلسطيني والبسطه السوداني، فاحنا حطيناها لك، يعني لو طمطم بتتفرج علينا، الدحدح الفلسطيني والبسط السوداني حطيناهم ردا على سؤالك اللي انت طلبتيه. وبنشكر رشا محمود وأمة الله وسراب المحبه، الف سلامه، ان شاء الله بنواصل معاكم وهنقول لكم على الحلقات. احنا كنا وعدناكم النهارده نعمل قلقاس ونعمل سلطات دافيه وجزريه، هنقول لكم حكايتها بعد ما نرجع ونشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم. كان الاخت ام عبد الله سالت على الكاتشب، عايز تعمل كاتشب في البيت. انت بتجيبي 6 طماطم، بتحاولي ان هم يكونوا مستويين مش جامدين على اساس يبقى فيهم عصاره، بتحطي معاهم كرفس وثوم وبصل، بيتقطعوا ومعاهم ميه وفلفل احمر، ده حاجات من كلها اللي بتتحط في الاول، ورقتين غار، ورق غار، بتسيبي كل دول يغلوا على اساس ان هم يستووا، وحسب النسبه والتناسب ممكن 3 فصوص ثوم وممكن يكون عنقود كرفس متقطع صغير، بتسيبي كل دول يغلوا حوالي 45 دقيقه، وبعد كده بتاخديهم تحطيهم في شاشه بتصفيهم، يعني تاخديهم وتصفي كل السائل اللي نازل ده مع السائل الميه اللي موجود. بعدين بتحطي عود قرفه ومعاهم بتحطي شويه من السكر وقرنفل لو حابه تدي لها طعم قرنفل، بس هي القرفه وفلفل اسود بيضافوا عليها، وشويه سكر بني، وبتسيبيهم يغلوا. ولو حابه في ناس بتحط عسل اسود، لكن السكر البني بيغني على اساس ان هو فيه عسل. بتسيبي دول يغلوا حوالي 45 دقيقه تانيين، وفي الاخر بيبقى عندك اللي هو الكاتشب. اما احنا كنا بنتكلم على موضوع القلقاس وموضوع الحاجه اللي احنا قلنا هنعملها، فانا عندي القلقاس جبناها وقلنا هنعملها بكره، يعني عندي دلوقتي في درانيات هنستعملها بكره، ما بين القلقاس، ما بين الكاسافا، ما بين اللي هو البطاطس، البنجر، الليفت، الجزر، هنعمل منها حلقه مميزه. وكل حاجه احنا قلناها هنعملها خلال الاسبوع ان شاء الله، لكن دلوقتي قلت هنعمل معاكم حلو، والحلو هيكون في مانجا. الاساس في مانجا بستعملها على اساس تكون هي صلصه او تكون حشوه او تكون حتى زي فكره المهلبيه، بحط هنا اهوت المانجا وبضربها لغايه لما تنعم، بحط عليها شويه من السكر عشان اتاكد انها مسكره، وخصوصا لو جايب مانجا مش مستويه، حطها هنا علشان دي تتماسك. بحط معاها جيلاتين، بجيب شويه ميه صغيرين هنا نحطها
ونسخنها، نعلي عليها، وبمجرد ما المية بتسخن بدوب فيها الجيلاتين. الجيلاتين ممكن لو عندي بودرة أو اللي هي اللي هي الورق أو الأقراص أو الشيتس نفسها، بجيب ديت هنا حطها هنا هوت، نكسرها هنا نحطها هنا، بس يدوبك المية بتسخن بدوبها، وبعدين نطفي عليها، بتأكد انها دابت تماما وبسيبها تبرد. يعني عملت الجيلاتينة بتبقى زي ما احنا شايفينها، بقت سائل، وبسيبها تبرد علشان هستعملها واخلط بيها الخلطة اللي احنا بنعملها معاكم دلوقتي، اللي هيكون فيها بحط المانجا، بحط معها شوية صغيرين هنا من الكريمة على اساس تبقى للحشو، نقلبهم مع بعض، واخر حاجة بضيفها اللي هي الجيلاتينة اللي احنا مدوبينها وسبتها تبرد شوية. يبقى دي هتكون حشوة، ممكن نحط معها جوز هند، بس الاول ناخد اتصال على لما تبتدي تتماسك شوية، هنعمل عجينة ونشوف هنعمل ديت. ممكن لو عايزين نحطها في اكواب نحطها، او لو عايزين نعمل عجينة ونحطها زي تارت ناخدها، بس الاول ناخد اتصال. الو الو الو، ايوه اللي اسمعه غير اللي يقوله اسامه. اتفضلي اختم عبد الله، مع اسامه مع حضرتك. طيب اتفضلي اختم عبد الله، انت على الهوا دلوقتي. طب هو ما يسمعني؟ لا انا سامعك، انت اللي مستمعاني. اه عبد الله، انت اسامه اللي بتكلمني؟ انا اسامه اللي بكلمك، وانت الاختم عبد الله. السلام عليكم. والاختم عبد الله اللي بتكلمني صح؟ ايوه انا ام عبد الله من السعوديه. يا اهلا، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك أسامة؟ الحمد لله بخير. طيب. الحمد لله، نعم وعافية الحمد لله. كنت أبغى أسألك بالنسبة للخبز اللي سويته اليوم، اللي هو الأبوري. يعني نعم. أيوة، هذا أي بلد هذا يشتهر به؟ يعني في الأرياف في مصر. كانت سألنا عليه حتى، كنا عملناه من قبل كده، وكان في واحد كلمنا من مصر من 2009 سأل عليه وإحنا عملناه، بس اتضح إن هو ما اتفرجش عليها، فعملنا الحلقة الخبز تاني. هو قريب من خبز موجود في السعودية زي العيش ابو لحم. عارف حضرتك بتعملي الخبز وبتسيبيه سميك، بس بتعمله انتوا في قلب صينيه، وبعدين بتجيبي البيض مع اللحمه المفرومه والبقدونس وتحطيها على الوش، وكرات، كميه كرات كبيره. دوت بيبقى الجبنه زي الجبنه القريش مع البيض وشويه بقدونس وملح، يعني بتحط على الوش، وفي ناس بتحط عليه بس سمنه بعد ما بيستوي. ايوه، لانه انا لما شفته الخميره، بالنسبه للخميره قليله بالنسبه الدقيق صح؟ لا مش بسيبها تتخمر فتله كافيه، يعني كميه الخميره بستعملها اللي هي اسمها اكتيف ييست، او اللي هي الخميره الفعاله، او الخميره اللي هي الكيميائيه، فدي بتبقى كافيه للتخمير اللي حضرتك شفتيه على الهواء. يعني انا لما عملتها هو نفس الكميه بنفس المقادير بنفس المكونات اللي احنا عملناها. يعطيك العافيه يا سامر. يعافي حضرتك وتسلمي حضرتك. تسلمي، شكرا لحضرتك. وبالنسبه للخميره، انا بالنسبه وتناسب، انا بحط الكميه اللي هي انا شايفها وقت كافي ان انا اخمر فيها. اما بالنسبه لهنا للفطيره اللي عاملها، بعمل هنا دقيق، وبجيب جوز هند بيبقى مطحون، ومع جوز الهند شويه من السكر البودره، بقلبهم كلهم، وبعدين بحط عليهم زبده، قطع زبده ديت، بفردهم او بفركهم مع بعض لغايه لما تبقى عندي العجينه نفسها، يعني نعجنها كده اهو لغايه لما تبقى كتله واحده، وبعدين بحطها في قلب بلاستيك على اساس ان انا استعملها لو حسيت ان انا عايز اضيف ميه بضيف ميه، لكن انا شايف انها ما بتحتاجش ميه لو اتبعتوا المقادير كده بالظبط كده اهو. نعملها بالطريقه دي، وبعملها لغايه لما تبقى زي ما قلت كتله واحده دي تقريبا، بيبقى شكل العجينة. باخدها وافردها، يعني احطها ديت في قلب بلاستيك، وبعدين ساعة لما بحتاجها بطلعها من التلاجة، نحطها في قلب بلاستيك، بحطها هنا اهوت، وبلفها. اذا كنت عايزها مدورة تبقى سهل عليا، لو انا عاملها مدورة بطلعها وافردها على اساس احطها
في قلب القالب اللي انا هسويها فيه، وده بيكون شكلها. يبقى انا عندي فكره الطرت بسويه لوحده، احشيه بقى باي طريقه انا عايزها. احنا عملنا هنا الحشو اللي احنا حطيناه، وفي الحشو اللي انا حطيته هنا ممكن استعمل شويه من جوز الهند الطازه، ممكن استعمل شويه من قطع المانجا، يعني احط شويه مانجا هنا اهو. وبعدين بناخد الخلطه دي نحطها عليها على اساس ادخلها الثلاجه، طبعا دي استوت خلاص، ادخلها الثلاجه لغايه لما تتماسك، ويبقى عندي دلوقتي الطارت اللي هو مستوي. قبل ما بنقدمه ممكن زي ما قلت يا اما بحطه في قلب كوبايه، ممكن نحط بسكوت من تحت، او بيبقى عليه جوز هند تاني. ناخد شويه هنا من جوز الهند، نحط شويه على الوش، ممكن شويه تانيين يبقى فيها مانجا وجوز الهند، او لو حبيت اكتر من المانجا شويه بس نحط شويه صغيرين هنا من السكر البودره ديت على الوش هنا، عليها شويه من السكر البودره وحبه صغيره من المانجا. دي طريقتها بالطريقه ديت، وزي ما قلت هي جواها في مانجا وفيها شويه صغيرين هنا، يبقى عندي المانجا، عندي شويه من جوز الهند، وعندي الاثنين لو حبيت نخلط ما بينهم. نشيل ديت وناخدها معانا، ناخد شويه من هنا كمان، انا شايف ان ديت ممكن تبقى محتاجه شويه من جوز الهند. يبقى ديت فكره التارت او الفطيره، لو حابين تعملوها في كوبايه، لو مش عايزين تعملوا الكيكه وتحطوا فيها قطع من البسكوت من تحت، بسكوت جاهز او انتوا عايزين تعملوه. الاخت ام عبد الله كانت اتكلمت وسالت على الخبز الابوري اللي احنا عملناه، وقالت لي هل الخميره ما كانتش قليله على الخبز؟ هي الفكره انا بسيب الخبز يتخمر وبديله وقته، يعني انا مش عايز اعمله وبسرعه، يعني بحطه واسيبه 45 دقيقه. يبقى الفكره هنا هو ان انا بسيبه، وبعد ما بيتخمر بفرده بايدي بسيط وادخله بغطيه واسيبه مره كمان 45 دقيقه. فدوت اللي احنا عملناه، وغطيناه هنا بشويه من الجبنه مع البيض وبقدونس، وممكن اكله بجانب طبق من السلطه. كانت السلطه عباره عن اللي هو الاندايف والخس وشويه من الفلفل، دول كانت حاجات مشويه ومعاهم شويه من البقله او الجرجير او اي خضره. لو عايزين تحطوا خس ممكن تستعملوا لوحده. والشوربه كانت اول حاجه ابتدينا بيها، وقلنا انها ديت مليانه بقول وفيها انواع كتيره من الحديد، وشويه عصير ليمون ممكن بضيفه عليه لو حبيت. وهنا هوت عندي الخبز اللي احنا سويناه، ده اللي كنا سويناه معاكم على الهواء، ده اللي دخلتها في الفرن. زي ما قلت نسبه وتناسب، لو انا كترت شويه من البيض هيطلع لونه مختلف، لو قللت الجبنه هتبقى الوانه بس مختلفه. اما الطنجيه كانت عباره عن طاجن، او القدره اللي محطوط فيها كل اللحمه كانت رقبه، ثوم، زيت زيتون، ملح وفلفل، وحطيت دوت ومعاهم شويه من الزبده قبل ما احطها في نص الجمر، كان فحم كتير سويتها عليه. وبعد كده بتتقدم، ممكن اقدمها مع الخبز اللي احنا عملناه. واخر حاجه اتعملت كانت الحلو، جوز هند مع مانجا، قطع من المانجا، جوز هند مبشوره طازه، ممكن تعملوها في طرت او تعملوها في كوبايه. اتمنى اللي احنا عملناه ينال رضاكم. بكره ان شاء الله هنعمل معكم حلقه جديده، نشوفكم على خير. لكم الف تحيه والف سلامه.